السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه وصفة كلنا بنحبها وخصوصا في رمضان، هي الكنافة. احنا هنعمل كرات الكنافة بس بشكل مختلف. هي في العادة اللي بيعمل كرات الكنافة دي بيقليها في الزيت زي القطايف، بس انا حبيت اغير فيها شوية وعملها بطريقة اخف وبرضو هتلاقيها اطعم. انا بدل ما هقليها انا هعملها في صينية عادي زي خلية النحل، هتبقى نفس شكل خلية النحل، هتستطعميها اكتر وهتبقى اسهل لك برضو في الشغل. اول حاجة هنقول المقادير، عايزين ربع كيلو كنافة او حسب بقى طبعا اسرتك، نص كوباية سمنة او زبدة، او لو تحبي تخلط الاتنين مع بعض، معلقتين كبار سكر بودرة هتديها طعم حلو وبرضو تحميرة وقرمشة حلوة ولون حلو برضو، قشطة يفضل طبعا طازة من اللبان، جبنة موتزاريلا مبشورة او ممكن عكاوي يعني اللي يريحك، هتديها بس المطاطية الحلوة، وشيرة او شربات اللي بتاع الكنافة طبعا بيبقى متوسط، وممكن نحتاج سمنة زيادة لو احتاجتها بقولك. هنبدأ بقى على طول. اول حاجة هنعملها هنفكك الكنافة من بعضها بطريقة كده بسيطة، يعني احنا مش عايزينها شعر طويل قوي وفي نفس الوقت برضه مش عايزينها ناعمه قوي، يعني في ناس بتضربها في الكبه بتنعمها، لو نعمت قوي مش هتبقى سهله التشكيل معاكي، فاحنا بس هنفككها كده من بعضها بايدينا. انا فكرت اعمل الكنافه بطريقه الخليط النحل دي احلى من القلي. اولا القلي بيبقى يعني ممكن ما بتديهاش الطعم الحلو قوي عشان بتقلي طبعا في زيت، فالاكيد السمنه طبعا بتدي طعم احلى، وتاني حاجة يعني بتبقى غلبة برضو في الشغل وبتاخد طبعا زيت كتير، وكمان ممكن تفك معاكي في الزيت لو انت مش عاملاها كويس، فحسيت ان الطريقة دي هتدي نفس النتيجة او احلى كمان وهتبقى اسهل لك في الشغل، وكمان حتى للاطفال هتبقى اسهل في الاكل، يعني الكورة كده على قد قطمة هتبقى اسهل في الاكل وشكلها ظريف. نفكك بقى الكنافة كده بإذن أي حاجة لازقة في بعضها، واستخدمي طبعا الكنافة اللي عندك المتوفرة سواء بقى الفروزن أو الطازة، يعني مش هتفرق كتير. شربات الكنافة أنا عاملاه كوباية ونص سكر على كوباية مية، الكنافة بيبقى شربتها متوسط زي ما انتوا عارفين، وطبعا بتبقى باردة وبيبقى الكنافة سخنة ساعة ما بنزقيها. انا خلصت كده هحط بقى السمنه اللي مسيحاها على الكنافه، وهنحط سكر البودره، انا بفضل انخله نخله كده بسيطه بالمصفى يتوزع احسن، وبرضو لو في اي تكتلات او حاجه ما تنزلش في الكنافه. دلوقتي بقى هنقلب الكنافة كويس مع السمنة والسكر، طبعا بقى هتضطري تستخدمي ايديك عشان تشربي الكنافة بالسمنة كويس قوي. انا هشربها بقى كويس وارجعلك نشوف هنشكلها ازاي. اول حاجة هنجيب قطع كده مناسبة من الكنافة حسب بقى حجم الكرة اللي انتي تفضليه، هتفرديه في ايدك كده وتحطي بقى حتة قشطة وشوية جبنة موتزاريلا او عكاوي زي ما قلنا. على فكرة انتي ممكن تستخدمي القشطة لوحدها او الجبنة لوحدها، يعني انا حبيت اخلطهم، يعني القشطة هتدي طعم حلو وفي نفس الوقت الجبنة هتدي القوام الحلو كده للكنافة بالجبنة، فاللي بس اللي انت اللي تفضليه استخدميه، او حتى ممكن تحطي مكسرات، يعني لو عايزة بالمكسرات ممكن تحطي بالمكسرات، الحشوة بقى دي ترجع لك، وتقعدي تضغطي عليه كويس قوي كده عشان ما تفكش. هي مادام متشربة كويس قوي بالسمنة هتلاقيها اتشكلت معاكي بسهولة. في طريقة تانية ممكن برضو تضمني اكتر ان الكرة مقفولة كويس، هتبقى برضو هتاخدي كده
معاكي قطعة مناسبة، تاخدي برضو حتة قشطة او الحشوة بقى اللي تعجبك. وحبة جبنة وتقفليها. ممكن بقى لو انتي ضامنة يعني عايزة تضمني اكتر انها مقفولة، ممكن تكوني تجيبي حتة من الكلينج فيلم ده او البلاستيك الغذائي ده وتحطيه كده وتقفلي عليها وتقعدي تبرمي بحيث تضمني ان الكرة متماسكة كويس جدا مع بعضها. بس انا شايفة ان مش مستاهلة، يعني الكرات بتتشكل بسهولة. يعني الطريقة دي ممكن تعمليها لو انتي هتقليها في الزيت عشان تضمني انها متفكش معاكي. ممكن نعمل واحدة تالتة برضو مع بعض. وانتي بترصين بقى في الصينية حاولي تقربيهم من بعض كويس علشان الكنافة طبعا زي ما انتوا عارفين لما بتستوي بتكش شوية، فهيبقى عشان يبقى شكلها حلو فقربي الكور من بعضها عشان تبقى متماسكة مع بعضها. هنكمل بقى المقدار كله بنفس الشكل كده. دلوقتي الصينية خدت الربع كيلو بالظبط. انتي طبعا اعملي بقى الكمية اللي تعجبك. هنحطها في التلاجة شوية عشان القشطة ما تسيحش على ما نسخن الفرن على 180 درجة. هي تقريبا هتاخد نص ساعة على كل حال. انا برضو لما اطلعها هقولك هاخدت معايا قد ايه بالظبط. الكنافة اخدت فعلا نص ساعة معايا في الفرن. لو ما اتحمرتش معاكي ممكن تشغلي عليها شوية ثواني بسيطة وهنزقيها بالشيرة او الشربات. طبعا الكمية اللي تعجبك بقى الحلاوة اللي تعجبك. ونرجع بقى نشوف هنقدمها ازاي. انا قدمتها بالشكل ده، زينتها بجوز هند. ممكن تزينيها باي مكسرات عندك لو تحبي. يا رب الفيديو يكون عجبك وان شاء الله تنفذي الوصفة دي. ويا ريت ما تنسيناش في لايك. وربنا يبلغنا رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.